استكمالاً للأعمال الإنشائية لتقاطع وجسر العرفان، إغلاق حركة المرور بشكل جزئي على جسر مطار مسقط الدولي يوم غد الأربعاء ولمدة 4 أشهر. 150 متسولة من بين 330 متسول ضبطوا خلال شهر يونيو الفائت في حملة نفذها فريق مكافحة ظاهرة التسول. تنطلق ظهر اليوم البطولة الخليجية للأوتاد على أرض ميدان الفروسية بسهل أتين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي لهذا العام. لمزيد من الأخبار تابعونا على تويتر وفيسبوك، إنستغرام وسناب شات.